السلام عليكم. اليوم نتكلموا على المشروع تاع إنجاز مستشفى محاربة السرطان في تيارت، وعندي ثلاث ملاحظات فيما يخص هذا المشروع. أولا يعني الكريبيساج تاع البنايات هذا راه مخدوم حرش بطريقة نتاع كما يسمى بلاتيروليان، وهذا التغليف نتاع يعني الحائط في هذه البنايات رديء جدا. علاش؟ لانه كي يكون حرش يلايم الغبار، يلايم الوساخ، كل اوساخ تلصق فيه. هذا كان المفروض يكون ان مير اوتو لافون، ان مير ليس، ان ستركتور اونتي بوسيير، باش ما يلصقش الغبار، وكي تصب الشتاء تغسلو يصبح جديد. لازم يكون حائط اونستي، خاصه وان البنايه هي عباره عن مستشفى، المفروض ما يكونش فيه هذا الحائط الحرش اللي بنسموه حرش، حنا نقولوا حرش يلايم الوسخ نتاع لا بوليسيون، الغبار زائد لا بوليسيون تاع السيارات تاع المركبات اللي تتراكم بصفه عامه على المنطقه. ثانيا، النقطه الثانيه وهي قضيه المدخل نتاع المستشفى، هذا ما فيش، لازم يكون فيه ان 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 سباس دو مدخل تكون فيه مغطي، تكون تيندا كما حنا نقولوا نسموه تيندا في المستشفى. في مستشفيات اخرى كان هذيك التيندا مع الدخله تغطي، الا كان المريض يخرج من السياره ما يروحش ديريكتومون، ولا كان الشتاء ولا حراره ولا كذا، يكون اسباس مغطي. الا كان المريض ولا كي يدخل، يدخل في فضاء يكون مغطي قبل ما يدخل داخل البنايه. لازم يكون المدخل تكون عنده تيندا، شيء غائب ما صبناهش هنا في المستشفى هذا. وثالثا والنقطة المهمة جدا وهي انه الهندسة يعني الهندسة المعمارية التي تم يعني توظيفها رديئة جدا. طراز المعماري طراز بطار كما نقولوا احنا، سيتان طراز بطار ما يشبه لوالو. هذا الطراز المعماري اللي استعمل في هذا المستشفى، يعني بنايات ما كان حتى تنسيق. لازم يكون التنسيق على حسب الاحتياجات تاع المستشفيات، فيه دراسه نتاع المستشفى كيفاش يكون، وكيف لي بلوك كيفاش يكونوا، لي زاجونسمون تاع لي بلوك لازم يكون فيه دراسه تقنيه، هذا مفروغ منه. لكن الشكل الهندسي من الخارج، يعني الهندسه الموظفه هندسه بطار، ما عندها حتى شكل، لا هي هندسه عربية ولا جزائرية ولا إسلامية ولا هندسة أوروبية ولا هندسة عصرية، ما تشبه يعني أبسوليمون أريا، شيء رهيب. والله أتأسف أنه بناية في هذه يعني في هذا الميدان الصحي، وتكون يعني في رانا في نهاية 2023 في بداية الألفية الثالثة نبني بهذه الطريقة، وحق الله العظيم أنايا راح نهبل، راح نهبل. طيب الشعر وقف لي، الشعر وقف لي كشت هذا يعني لافينيسيون، يعني لافينيسيون هذه شيء رهيب. الان الحلول ما هي؟ الحلول زوج نقاط اللي ذكرتهم فيهم حلول. قضيه التيندا اللي تجي يقدروا يعاودوا يبنوا تيندا يزيدوها، حاجه ممكنه. الشيء الثاني قضيه الكريبيساج، قضيه التغليف نتاع يعني الحيطان، التغليف الخارجي تاع البنايات ممكن يديروا تغليف بالسيراميك على كل يعني لي فاساد هادو. وهذا التغليف تاع السيراميك موجود في عندنا في الجزائر في عده مستشفيات، شفتهم فيهم تغليف بالسيراميك ولا بلاليكوبوند ولا يعني فيه نقدروا نغلفوا هذا الحائط. اما قضيه الهندسه المعماريه يعني الشكل يعني تاع العام تاع البنايات هذه، والله شيء مؤسف. على أي حال هذا يعتبر مستشفى لمحاربة السرطان، والمهمة هي نبيلة، وفيه برنامج نبيل جدا من طرف السلطات تاعنا لبناء هذه وإنجاز هذه المراكز لمحاربة السرطان في كل ولاية الوطن. إن شاء الله البرنامج هذا يمشي في ولايات اللي مازال ما دارتش فيها هذه المستشفيات، وان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.